الجزيل لمن أطاعه ورجاه وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين حيث قال جل في علاه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فمن تمسك به نال مناره ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية وما أجدر الشاكر بالمزيد أبلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على الخلق واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياه وسلم تسليما السادة الحضور أحييكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الحضور بهذا اليوم يوم الخميس تاريخ 20 رمضان 1443 هجري الموافق ب 21 ابريل 2022 ميلاد يتم إقامة مسابقة القرآن الكريم وبالوالدين إحسانا رقم الثانية بجمهورية بوروندي برعاية مؤسسة أم القرى للتنمية والتطوير من مملكة العربية السعودية وذلك عن طريق منظمة العالمية للإغاثة الإنسانية بجمهورية أوغندا السادة الحضور تعجز عبارات الشكر والثناء أن تقف بين يدي العظماء وأهل الجود والسخاء ولكن عرفانا بالجميل لأهل العطاء وعلى هذا المنطلق يسجل مكتب أمير الشرع للمسلمين بمنطقة شمال دولة بوروندي أرق كلمات الثناء وصادق الدعاء لمن دعم هذه المسابقة الكريمة فجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء وبارك الله فيما أنفق وفيما أمسك وأخلف عليه فيما معه بالنماء فإنه سبحانه كريم العطايا والسخاء ونسأل الله له التوفيق وأن يصلح أبناءهم ويرزقهم وإيانا من حيث لا نحتسب فلكم منا يا أهل مؤسسة أم القرى للتنمية والتطوير من المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية فإنكم من الذين لا يملون من فعل الطيب وعمل الخير ولكم منا يا أهل منظمة العالمية للإغاثة الإنسانية بجمهورية أوغندا كل تقدير واحترام ونحن نقدر هذا الجهد المبذول وأقل ما يمكننا أن نقدمه إليكم هو الدعاء لكم من رب العالمين بأن يرزقكم وإيانا فرجا يجعلنا ننسى ما مر بنا من كرب وألهمنا التقوى والإيمان ما يجعلنا نشكر نعمته دائما وأبدا فبهذه الكلمات يتم افتتاح مسابقة القرآن الكريم رقم الثانية وبالوالدين إحسانا بجمهورية بوروندي برعاية مؤسسة أم القرى للتنمية والتطوير من المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق المنظمة العالمية للإغاثة الإنسانية بجمهورية أوغندا وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والهداية والسداد وصلاح القول والعمل في الظاهر والباطن والله تعالى ولي التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.